سنة طيبين جميعا، تعيشوا كل عام. الكنيسة بتحتفل بلامبا برام، ولامبا برام طبعا مشهور بالعطاء، ومن شروط دخول ملكوت السماوات انه الله بينبهنا عن المساكين والفقراء، وادان المثل بتاع الغني والعازر، والغني اللي دخل جهنم لأنه لم يهتم بالفقير، ولعازر هو اللي دخل السماء. يمكن كلنا بنحاول ان احنا ندفع العشور، والعشور هي امر كتابي من ربنا انه لازم ندفع العشور للمسكين والفقير. وبعض الناس بيقولوا انه العشور مش مكتوبه في الكتاب المقدس، لكن احنا عايزين نثبت بانه العشور امر الهي مطلوب من كل واحد فينا. يمكن العشور ما كانتش ظاهره من قبل شريعه موسى، يعني ربنا ما قالش ندي العشور من قبل الشريعه، لكن من ايام اولاد ادم وحواء قايين وهابيل كانوا بيقدموا احسن حاجه عندهم لربنا. يعني مثلا قايين وهابيل، هابيل قدم من ثمار الارض، يعني زرع وقدم من ثمار الارض وقدم احسن حاجه عنده من ثمار الارض، وربنا قبل هذه التقدمه منه وفرح بها جدا، وكمان قدم ذبائح الى الله، بس لما قدم احسن حاجه عنده. لكن قايين برضو قدم من ثمار الارض، لكن ما قدمش احسن حاجه عنده، قدم اي كلام في اي موضوع، لكن ما عجبتش ربنا. فواضح من اول الخليقه، من ايام ابونا ادم وحواء، من اول اثنين اللي هم قايين وهابيل اولاد ادم وحواء، كان عندهم احساس داخلي انه الخير اللي بدهولك ربنا قدم منه قبل ما ربنا يؤمن بالشريعه. وواضح انه لما تيجي تقدم كمان تقدم احسن حاجه، مش تقدم اي كلام في اي موضوع، بدليل ان ربنا قبل تقدمة هابيل ولم يقبل تقدمة قايين. نمشي شوية في الكتاب المقدس نشوف كمان نوح. نوح لما دخل الفلك شال معاه 7 أزواج من الحيوانات المحللة. قال لما الفلك يستقر أنا هقدم ذبائح إلى الله. وفعلا الفلك استقر وابتدى إن هو يقدم من هذه الذبائح اللي شالها مع الفلك. يقول لك الكتاب اشتماها الله رائحة بخور لي، لكن ربنا ما قالوش قدم، بس واضح انه الخير اللي عندك قدمه لربنا. وبعدين لما قدم الى الله ربنا فرح بيها بالذبائح دي. ليه فرح بيها؟ لانه ممكن نوح يقول الارض كلها خربت وما فيش غير الحيوانات دي اللي معايا في الفلك، طب انا اجيب منين تاني؟ العالم كله انتهت، ما فيش حيوانات كل غيرك. لكن ما استسخرش من ربنا الحيوانات اللي معاه في الفلك، قال لا انا برضه هقدم منها. فربنا فرح بالعمل دي ان هو قدم من الحيوانات اللي قاعده معاه في الفلك بالرغم انه ما فيش غيرها في الارض كلها. وده اسمه انه في حاجه جوه الانسان بالرغم انه لسه ما كانش الشريعه مكتوبه قدم عشورك لربنا، ولكن في حاجه جوه الانسان بتقول له لما ربنا يديك خير قدم من الخير اللي ادهولك ربنا ديا. نمشي شويه في الكتاب المقدس نلاقي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم كان دايما بحب انه يقدم ذبائح الى الله، ويقول مره انه هو قدم ذبائح لله محرقات، وفضل واقف من الصباح للمساء عشان يشوف ربنا، مستني ربنا يقبل منه هذه الذبائح، واستنى من الصبح لليل لحد ما ظهر له الرب يسوع المسيح. قبل الشريعة موسى لأول مرة قبل الشريعة نشوف إنه أول واحد طلع العشور هو أبونا إبراهيم، لأنه بعد حرب سدوم وعمورة أبونا إبراهيم كسب كثير جدا من الخير.
وقام لقى واحد اسمه ملك صادق، ده كان ملك إسرائيل، وقام إبراهيم قدم له عشر ما له من كل ما يملك أبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم ده كان رجل غني جدا وكان ملياردير، لكن لم يستصغر في ما استصغرش في أبونا في ملك صادق، قال خسارة كل ده أقدمه إلى ملك صادق، وإنما قدم كل حاجة عنده العشر منها. وده كان أول مرة، وربنا لسه ما قالش في شريعة اسمها شريعة العشور، لكن ملك صادق أدى العشر، إبراهيم أدى عشره لملك صادق، وده كان أول مرة إنه إبراهيم يدي عشوره إلى كاهن الله العلي. وإبراهيم كمان علمنا كمان ندي مش الأغنام اللي عندنا، إنما علمنا إنه إحنا ندي أغلى حاجة عندنا في الدنيا. طب إيه أغلى حاجة عندك في الدنيا؟ ابنك، مش كده؟ ابنك ده أغلى حاجة عندك في الدنيا. فلما ربنا قال له إيه رأيك يا إبراهيم تديني ابنك؟ قال له ما عنديش مال. فمسك ابنه ورفع عليه السكينة وكان عايز يذبحه، لكن هنا ربنا قال له لا خلاص أنا عرفت يا إبراهيم إنك أنت ممكن تديني أغلى حاجة عندك. فإذن الواحد لما يقدم حاجة لربنا مش بيقدم فلوس أو بيقدم تقدمات أو حبوب زرعها أو ثمار، إنما ممكن يقدم أغلى حاجة عنده هي ابنه الحبيب. وده يعني إبراهيم أدانا درس بأن الواحد لما يدي أغلى حاجة عنده. كمان مرحلة تانية في مرحلة الشريعة، لأول مرة يأمر ربنا إنه يقول لموسى يا موسى كل الشعب يدي من عشور الزرع بتاعهم. دي لأول مرة في سفر اللاويين إنه ربنا أمر موسى، قال له يا موسى كل الشعب يدوا العشور. فقال له إيه؟ خلوا بالكم من الآيات دي، الآيات دي من العهد القديم، إنه ربنا أمر من العهد القديم دفع العشور. فقال له إيه؟ عندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تحصد الارض بتاعك في الشجر بتاعتك ما تقصقصش كل الشجر، سيب شويه من الشجر عشان لما يجي معدي الفقير واليتيم والارمله يلقى شويه من الشجره دي يقوم ياخد ويلتقط منها. فده العشر بتاعك. فده امر من ربنا، لما تيجي تحصد الارض او تقصقص الشجر في الثمرات ما تشيلش كل الثمر، حط شوية، خلي شوية من الثمر عشان لما يجي يمر الفقير تديله من ياخد لوحده هو من الثمر ده. يبقى ربنا قال لهم في الشريعة أداه أوامر، يا ناس ادي الغلبان والمسكين اللي مش قادر يزرع واللي ما عندوش أرض عشان يزرعها، لما يجي مر على الحقل بتاعك يلقى شوية من الأرض بتاعتك وشوية من الزرع بتاعك. نمشي شوية تاني في قصة رعوز وبوعز، نلقى بوعز كمان بنفس شريعة العشور، وكان يقول للحصادين لما تيجوا تحصدوا الأرض ما تحصدوش كل الأرض، سيبوا شوية في الأرض ما تحصدوهاش كلها، يعني سيبوا شوية قاعدة في الأرض من الزرع عشان لما يعدي الفقير ياخد شوية من الزرع اللي أنت سبتوه في الأرض. إذن دي أوامر من الله بأنه ما تاخدش كل الزرع بتاعك أو ما تاخدش كل الحصاد بتاعك. وبعدين لما تعرف بوعز على رعوس ولقاها ست طيبة وسيرتها حلوة، قام قال للحصادين وانتوا شايلين الحزم بتاعتكم لازم يعني يوقعوا شوية من الحزم دي على الأرض، يعني اقصدوا انكم انتوا توقعوا شوية من الحزم دي على الأرض عشان لما تيجي رعوس ماشية تاخد الملقط في الأرض دي تلقطه وتاخده وما يكونش عندها يعني كسرة نفس إن هي حد يديها أو تمد يدها، إنما كأنه حاجة واقعة في الأرض وهي الحاجة في الأرض دي أخذتها لنفسها. فهنا أمر بوعز بأنه الحصادين بأنه يشيبوا شوية من الحصاد دي على الأرض عشان رعوز تأخذ منه. وبعدين ربنا قال لهم في الشريعة إيه؟ قال لهم لقاط حصيتك لا تلتقط،
ثاني لقاط حصيقتك لا تلتقط. يعني ايه؟ يعني انت بتحصد الارض لو وقعت منك حاجه ما ترفعهاش ما تاخذهاش. ليه؟ عشان لما يجي ماشي الفقير واليتيم والغريب والارمله ياخذ منه عشان ما يكونش عنده ايه كسره نفس يمد يده. لكن احنا لما بنيجي ندي واحد بنديه واحنا بنزل فيه. لكن ربنا قال لك اقصد حتى لو ما قصدتش وقع من الارض ما تاخدش منه ما ترفعهوش، يعني خليه للتعبان والغريب. وبعدين قال له كرمك لا تعصره كله، يعني لما تيجي تعصر الكرمه ما تعصرهاش للاخر، انما سيب منها حبه عشان لما يعد الفقير برضه يعصر الباقي وياخده هو. كل ده انت ما تدوش بيدك عشان ما يكونش عنده ايه كسره نفس او ما يتكسفش يمد يده. لكن انت بتقصد انك انت بتديه لكن بطريقه غير مباشره. في اللاويين اصحاح 27 يقول لك ايه؟ كل عشر الارض ومن الحبوب الارض وثمار الارض هو مقدس للرب. ثاني كل عشر الارض، يعني اللي انت بتطلعه من الارض، حبوب الارض تطلع عشرها وثمار الشجر تطلع ايضا ايه عشرها. امر ده اوامر من ربنا، لانه زمان ما كانوش بيتعاملوا بالفلوس انما كانوا بيتعاملوا بالحبوب وكانوا بيتعاملوا بالثمار بتاعه الارض. وخلي بالك من الايه الجايه دي، يقول ايه؟ ان فك انسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد طلع العشور وبعدين احتاج للعشور دي، يقوم ايه يسال ابونا يقول له ممكن اطلع اشيل من العشور دي انا مزنوق. يقوم ابونا يقول له ممكن تاخذ من العشور دي لكن لما تيجي ترجعها ترجعها واحد وخمس، ما ترجعهاش هي نفسها، لا ترجع واحد وخمس فيها. يعني ايه؟ يعني خلي بالك لو اتزنقت يوم من الايام للعشور وكانت في ظرف معين في الدرج وزنقت لها ما ترجعهاش هي نفسها، لا ترجع ايه خمسها كمان. مين اللي عمل كده تتذكروا؟ زكى العشار. زكى العشار لما حب يدي اللي اخذوا المساكين ما طلعش الخمس، طلع كم؟ اربع اضعاف. ده اللي عمله زكى، انا اعطي نصف اموال المساكين وان وشيت الانسان ارد له اربع اضعاف. اذا انت لما تيجي تحتاج لعشورك واللي اخذتها او دسيتها على جنب وبعدين اخذتها ما تدفعش 10%، لا المره الجايه تدفع 20% وحسابك عسير لو ما دفعتش 20%. ها خلي بالك، ده مش كلام انا، ده كلام الكتاب المقدس. وبعدين بيقول اما، خلي بالك من الايه دي، اما عشر كل البقر والغنم كل ما يصير تحت العصي يكون العشر مقدسا. يعني ايه؟ تاني اقولها، اما عشر البقر والغنم كل ما يصير تحت العصا يكون العشر مقدسا للرب. يعني يجي الراعي كده وبعدين قدامه الغنم مع العصا، يقول هو مغمض كده 1 2 3 4 5 6 7 8 10، ده بتاع ربنا من غير ما ايه بصله. لانه بيجوا كانوا في ملاخي يعملوا ايه؟ ملاخي كان يقول لهم ايه؟ الراعي فيهم يجي يقول ايه؟ 1 2 3 4 5 10، ولو لقاه كويس يقوم يشيل العصايه بسرعه ويخط العصايه على الغنمايه العرجه او العميه او الجربانه او مش عارف ايه، يقول دي مقدس للرب. فربنا قال له حسابك عسير، لا انت لما تيجي تحط العصايه حطها صح ما تبدلهاش، تكون مقدسة إلى إيه؟ تكون مقدسة إلى الرب. ده اللي احنا بنعمله بالمناسبة يا جماعة، ده احنا بنعمله لما نيجي نطلع حاجة، نطلع الهدوم المقطعة والجزمة لو مأخذة مش عارفة عاملة إيه والفستان المشرد، طب ليه؟ ما تطلع الأحسن حاجة. ربنا قال للراعي لما العاشر يقع لو كان أسمن واحد وأحسن واحد ده مقدس للرب. وبعدين يقول لا يفحص أجيد أم رديء يستسخره على الرب، ده خسارة. يعني إيه؟ ما تقولش لا ده خسارة على ربنا، 1 2 3 4 10 وبعدين لقيته إيه جيد يقول لا ده خسارة، أنا حد ربنا الحاجة الوحشة. فقام قال إيه؟ ولا يبدله، وإن بدله يكون هو والذي بدله مقدسا للرب.
يعني ايه؟ يعني لما تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة وجات عشرة ولقيت الغنماية حلوة أو الخروف حلو يقول لي أنا حبدله. ربنا قال لك لو جاك فكر زي ذا الحلو واللي حتبدله الاثنين يكونوا لربنا عقابا لك كده. وإذا ما عملتش كده حسابك عصير ربنا. شوف لدرجة إيه إنه ربنا كان يعني حريص على العشور. وبعدين حدت العشور تروح لمين؟ ربنا حدت العشور تروح لمين؟ قام قال أما بني لاوي فإني أعطيهم كل عشر في إسرائيل. يبقى العشور قال لازم تروح لسبط اسمه سبط لاوي. مين هم سبط لاوي دي؟ سبط لاوي دول هم الكهن. إحنا عندنا كم سبط في إسرائيل؟ من ذكر 12. 11 سبط عندهم زرع وأرض بيزرعوا. السبط الاثناشراوي دي هو سبط لاوي، دول كهنة متفرغين لخدمة الهيكل. والربنا قال دول ما يزرعوش، دول يتفرغوا للخدمة. طب يأكلوا منين دول؟ قال الحداشر سبت اللي بيزرعوا يقوم يدوهم العشر بتاعهم، يدوهم لسبت لاوي ده. لكن سبت لاوي ما يشتغلش وما يكونش عنده ايه؟ ما يكونش عنده أرض عشان يزرعها، إنما يتفرغ إلى خدمة الرب. فهنا حدد ربنا العشور تروح إلى الكهنة واللاويين. من هم اللاويين؟ اللاوي هو العشار، أقصد اللاوي هو الشماس، الشماس اللي هو مساعد لأبونا الشماس المكرس. فهمتوا إزاي؟ وبعدين يقول عوض خدمتهم التي يخدمونها. ليه بدهم العشور؟ عشان الخدمة اللي هم بيخدموها في الهيكل يقوم يدوهم إيه؟ العشور. إذن اتفق ربنا مع بني إسرائيل إنه الحداشر سبت يشتغلوا ويزرعوا الأرض ويدفع عشورهم للكهنة واللاويين اللي هو السبط الاثناشر عشان يقدر يعيش منه. طيب بعدين يقول إيه في سفر التثنية؟ قال المكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه تحملون كل ما أوصيتكم به. يعني إيه المكان الذي يختاره الرب إلهكم ليحل اسمه فيه؟ فين المكان اللي بيحل ربنا فيه؟ الهيكل، مش كده؟ فقال المكان اللي أنا بحل فيه تجيب فيه العشور. فين المكان؟ هو الهيكل. تقوم كل واحد يودي العشور بتاعته إلى الهيكل. ليه يوديها الهيكل؟ عشان يوديها الكنيسة، عشان الكنيسة تصرف على الناس الشغالة في الهيكل اللي هم الكهنة واللاويين. عشان في ناس يا جماعة بتدفعش للكنيسة، لا، لازم تدفع للكنيسة. ليه؟ لأنه ده أمر من ربنا إنه لازم تدفع للكنيسة عشان الكنيسة تدفع للناس اللاويين والكهنة اللي بيخدموا بيت ربنا. وبعدين يؤكد في ملاخي يقول ايه؟ هات العشور الى بيتي. الى بيتي يعني جيب عشورك الى بيت الرب، يعني لازم تدفع لبيت ربنا. ليه؟ لانه بيت ربنا فينا شغاله والفاعل مستحق ايه؟ اجرته. فده امر من ايه؟ من الرب. بعدين يقول لك الكاهن واللاوي لو ما اديت العشور هيحصل ايه؟ ما هما ما يدوهم العشور، يقوم الكاهن واللاوي يضطر يمد يده عشان يبدأ ياكل ويشرب. طب هو مش بيزرع، مش بيشتغل، يقوم يمد يده. فقال ربنا قال لهم عيب عليكم الكاهن يمد يده، وعيب عليكم اللاوي اللي هو الشماس يمد يده. فلازم ايه؟ قال لهم تحملون محرقاتكم وذبائحكم وعشوركم ونذوركم لبيت الله. ليه تودوها بيت الله؟ عشان بيت الله في ناس شغالة عشان تصرف منه في بيت الله. وبعدين يقول تخرج كل عشر محصولك تضعه على أبوابك فيأتي اللاوي يأخذه. يعني كل العشور بتاعت محصولك تشيلها تحطها جنب الباب بتاعك، يجي الكاهن واللاوي ماشيين كده على بابك يقوم يلتقطوا منك العشور دي على الباب بتاعك. ده أوامر، دي أوامر الشريعة منذ العهد القديم. وبعدين يأتي يقول ايه تاني؟ وبعدين يأتي الغريب واليتيم والأرملة يأخذونهم. يبقى العشور تروح لمين؟ تروح للكاهن واللاوي وبعد كده اليتيم والغريب والأرملة. مين هو الغريب؟ حد يعرف الغريب هو مين؟ الغريب هو الغير المؤمن. يعني حتى إنسان غير مؤمن تدي له عشورك. عشان في ناس بتسأل طب لو في واحد مش مؤمن مش مسيحي يعني أدي له عشوره؟ أدي له عشوري يعني؟ أيوة قال لازم تدي له من عشورك. أيوة
إذن يقول يأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب، تدوم عشورك لحد ما يأكلوا ويشبعوا كمان، لأن في ناس لما بتدي بتدي بالسحتوت كده، بتدي من غير ما الناس بتكون عندها احتياج كثير. يعني مثلا واحد يجي شحات يقول لك اديني، وبعدين تدي له حاجه كده بسيطه، يقوم يمشي لواحد ثاني يقول له اديني اديني ويدي له، بعدين تقول طب ما انا اديتك، انت ليه بتمشي للناس كلها؟ انت اديته لحد ما شبع، انت اديته حاجه بسيطه. وبعدين يقول لك لو شبع يكون لك بركه، ياكلون ويشبعون لكي يباركك الرب. يعني انت البركه اللي في بيتك مرتبطه بالعشور اللي انت بتدفعها، عشان كده يقول ايه يكون بركه في بيتك. اذا عايز البركه في بيتك ادفع العشور. العشور تيجي لما البركه تيجي لما تدفع العشور. البركه تهرب من بيتك لما ايه تقصر في العشور. تعال نشوف ايام الانبياء. في ايام يشوع ابن نون، ايام يشوع ابن نون ابتدى الشعب ان هم يبطلوا يدفعوا العشور. واللي حصل ان الناس يعني استكترت على ربنا إن هي تدفع العشور، ولما بطلوا يدفع العشور ابتدت البركة تروح منهم من إيه بأيام يشوع. لما البركة راحت منهم جاءت بلالها إيه اللعنة. البركة تروح إزاي؟ ابتدت الأرض ما تدهمش زرع، وابتدى البهايم ما تجيبش بهايم، دي اللعنة. ليه؟ لأنهم بطلوا إنهم هم يدوا العشور إلى ربنا. يقوم ربنا يجيب ايه في الارض؟ يقول لك يجيب لهم ضربة الجراد وضربة الحشرات. ليه؟ لانه ما دفعوش العشور، لانه لما بيجيهم محصول كثير جدا يستخسروه على ربنا، يقولوا لا احنا مش هندي ربنا. يقوم ربنا يضرب الارض ويضرب الزرع ويضرب البهائم، والارض ما تجيبش زرع والبهائم ما تجيبش ايه بهائم. عشان كده انت لما الخير يقل عندك ما تقولش ليه الخير قل عندي، ما تقولش ليه الخير جل عندي، إنما عشان أنت إيه مش بتدفع العشور بتاعتك، لأنه الخير بيزيد لما أنت بتدفع من العشور. تعال نشوف في أيام داود وسليمان. أيام داود وسليمان كانت الناس بتدفع العشور. بعد سليمان ابتدت الناس تعبد أصنام، فابتدت تدي العشور للأصنام، فقلت البركة. إذن كل الأنبياء في العهد القديم كانوا بيقولوا للناس يا ناس ايه يا ناس توبوا يا ناس توبوا. كل العهد كل كتاب مقدس كل الملخص بتاعه يا ناس توبوا. كويس. ايه علامات التوبه؟ علامات التوبه انه الانسان يدفع من العشور بتاعه، لانه ما لا يمكن انسان يقول انا توب وهو سايب الغلبان والمسكين جعان. فين التوبه دي؟ حتى لو صليت وصمت وانت سايب الغلبان والمسكين جعان، دي مش توبه. عشان كده احنا بنلقى ايه زكى من علامات توبته انه ابتدى يدي المساكين والفقراء. فلما ربنا قال له يا زكى تعال واسرع النهارده يكون عايز اتعشى معك، قام فتح الخزنه وقال له يا ربي ها انا اعطي نصف اموال المساكين، واذا ظلمت انسان ارد له اربعه اضعاف. دي توبه. هنا لما زكى قال له يعني ارد اربعه اضعاف، هنا ربنا في اللحظه دي لما شاف توبه، لما زاف زكى بيدي قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت. اذا الخلاص ياتي بالعطاء والعشور. لما تدي عطائك وعشورك دي علامه توبه. في عاموس كان بيحصل حاجه غريبه. عاموس في ايامه كان الناس يعني بيجيبوا العشور، ولكن يعني كانوا بيظلموا اليتيم والغريب. يعني ايه؟ كان يجيب العشور في بيت ربنا، يجيب العشور، ولكن كانوا بيظلموا الأرملة واليتيم والغريب. عشان كده المسيح له المجد كان يقول للفريسيين ايه؟ يعشرون النعناع والشبس والكمون ويأكلون بيوت الأرامل. يعني ما عندهمش مانع بأنه يعشروا أي حاجة، لدرجة أنه ممكن يعشروا الكمون، يجيبوا بين 10 كمونات يجي يطلعوا كمونة. شوف الحسكة والدرجة ايه يعني. ويجيب النعناع 10 نعناعات يطلعوا نعناع عن ربنا، وفي نفس الوقت بيظلموا بيوت الأرامل، يأكلوا الأرملة. إزاي؟ يقنعوا الأرملة بأن تجيب الفلوس بتاعتها تدخلها الهيكل عشان هم يكون عندهم نصيب من الفلوس اللي في الهيكل دي، بيأكلوا بيوت الأرامل. لكن في العشور مستر بيرفكت،
بيده عشرهم حتى في النعناع والشبس والكمون. في عاموس يقول ايه؟ هلموا الى بيت الرب واذنبوا واكسروا الذنوب واحصدوا كل صباح واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل عشوركم. يعني ايه؟ يعني هلموا الى بيت الرب واذنبوا واكسروا الذنوب وبعدين جيبوا العشور بتاعتكم. ده كلام ده انك انت يعني تعمل بلاوي الدنيا كلها وبعدين تيجي تحط عشورك في الصندوق. تمثيليه ورياء، عمر ما ربنا يقبل كده منك ابدا. ليه؟ لانه علامه التوبه هي العطاء من كل القلب. لكن يقول لهم انتوا بتكسروا الذنوب والسيئات والخطايا وانتوا في العشور مستر بيرفكت، يعني دي كلها رياء وتمثيليات. في ملاخي في ناس ما بتديش العشور خالص، قام ربنا قال لهم انتوا حراميه، اللي مش بدي العشور ده في نظر ربنا حرامي. ازاي؟ حصل حوار كده بين ربنا والانسان، فربنا بيقول ايه؟ ايسلب الانسان الله؟ ده ربنا بيقول للانسان، فالانسان بيقول له بماذا سلبناك؟ ايسلب يعني ان يسرق. في انسان بيسرق ربنا، شوف خطوره عدم العشور، هي انت بتسرق ربنا، فربنا بيقول لك انت سرقتني. فالانسان بيرد بيقول له سرقناك ازاي؟ قال له لما مش بتديني العشور والتقدمات انت كده بتسرقني. اذا في الحوار ده انك انت لما مش بتدي ربنا، خلوا بالكم ربنا بيقول لك انتوا سلبتموني، وسلبتموني معناته انت بتسرق حق ربنا، انت في نظر ربنا انت حرامي. لما بتطلعش العشور انت حرامي في نظر ربنا. وبعدين يقول لهم قد لعنتم لعنة. يبقى هنا الكلام واضح، اللي بيدي العشور في بركة، واللي مش بيدي العشور في لعنة. حسب، لما تدي العشور البركة تدخل لبيتك، لو تديش العشور اللعنة تدخل إلى بيتك. إلا العشور يا جماعة، إلا العشور، لأن العشور عقابها اللعنة في داخل بيتك. وبعدين يقول هاتوا جميع العشور إلى الخزانة. الخزانة مش هي خزنة، لا، لأنه ما كانش فيه فلوس وذهب زمان، إنما الخزانة هو كان المكان اللي بيحطوا فيه المحاصيل والحبوب والحاجات دي. فقال له كل واحد يجيب المحصول بتاعه والحبوب بتاعته والثمار بتاعته يحطها في الخزنة دي. ليكون في بيتي طعام، يعني جيب عشورك عشان بيتي لازم يكون في أكل للناس اللي شغالة في بيت ربنا. ليه؟ لأنه إذا جبت العشور في لعنة في بركة، ما جبتش العشور في لعنة، إذا جربوني. أهم حاجة ربنا قال لك جربني، جيب العشور وجربني. لما تجيب العشور وتجربني هتلاقي فيه بركة في بيتك، ما جبتش العشور هتلاقي فيه لعنة. الكلام ده إيه؟ يعني إحنا بنشوفه في عيوننا دايما، إن الواحد لما بيدي ربنا تلقى ربنا يعني أداله 10 أضعاف. لكن لما بتجيبش العشور بتلقى ما فيش بركة في بيتك، ولا بركة في أولادك، ولا بركة في شغلك. عشان كده في آية بتقول لا تجرب الرب إلهك، لكن جاء عند العشور وقال لا ممكن تجربني، هات العشور وجربوني، إن كنت لم أفتح لكم كوه السماء حتى تقولوا كفانا كفانا. جيب العشور وتلاقي في طاقة كده في السماء من الزلالك إيه، حنفية كده بتاعت خير، حتى تقول يا رب خلاص كفاية كفاية كفاية. وبعدين قال إيه؟ وأنتهر من أجلكم الآكل. لما تجيب العشور أنتهر الآكل. إيه هي الآكل؟ يعني هي الحشرات اللي بتاكل إيه؟ الحصاد. يعني لما الواحد يعني يقول لا أنا مش حدي النهاردة عشور الربنا أو الشهر الربنا دي مش حدي العشور، يقوم ربنا إيه؟ يبعت له حشرات كده تاكل الزرع بتاعه. أنتهر من أجلكم الآكل. لكن لما بتدي العشور ربنا يشيل الحاجة اللي بتاكل الزرع. في نحمية لما رجع الناس من السبي وبنوا أسوار أورشليم، قال قد علمت إن أنصبة اللاويين لم تعطى. يعني إيه؟ قال لهم نحمية أنا عرفت إنه حاجة اللاويين والكهنة بقيتوا أنتوا ما تدوهاش للكهنة واللاويين. فقام قال لهم إيه؟ لقد هرب المرتلين، رجع كل واحد إلى حقله. اضطر الكهنة واللاويين والشمامسة يمشي الحقول عشان يشتغلوا،
عشان ما عندهمش فلوس. ليه؟ لأنه ما فيش حد ما مديهم. فقال لك إيه يعني؟ عيب عليكم، عيب عليكم تخلي الكاهن يروح يشتغل والشماس يروح يشتغل وإنت مش تدفع عشورك. فقال إيه؟ فخصمت الولاة وقلت لماذا تركتم بيت الله. قام خاصم كل الناس الولاة وقال لهم أنا كده زعلان منكم عشان أنتوا بطلتوا تدوا العشور. وابتدأ الكهنة واللاويين يشتغلوا برا، اضطروا يشتغلوا برا في الحقول. بعد ذلك يقول لك أتى كل يهوذا بعشر القمح. أول ما سمعوا الكلام ده من نحمية وكان واقف لهم كده زي العسكري، قال لهم كل واحد يجيب العشر بتاعه. عيب عليكم تخلي الكاهن يمد يده واللاوي يمد يده، وعيب عليكم انه تخلي الكاهن واللاوي يروح يشتغلوا عشان ياكلوا يشربوا. فوقف لهم كده زي العسكري وكلهم ابتدوا يدفعوا العشور بتاعتهم. في حزقيا يقول ايه؟ لقد اعطى الملك حصة من ماله للمحروقات الذبائح والمحروقات المساء ومحروقات المواسم كما هو مكتوب في شريعة موسى. حزقيا وقف للملوك كده وقال لهم تدفعوا العشور وانتوا القدوة بتاعت الشعب. لأن الملك لما مش بيدفع العشور يبقى الشعب مش بيدفع العشور. فابتدأ الملوك نفسهم إن هم يدفعوا العشور بتاعتهم وابتدوا يكونوا قدوة للشعب، والشعب بقى إيه يدفع نفسه العشور بتاعته لأنه الملك ابتدى يدفع عشور من ماله الخاص. حزقيا قال للشعب إيه؟ أن يعطى حصة للكهنة واللاويين وأن يدفعوا للكهنة واللاويين. وقال لك فزادت الحنطة والزيت والعسل. أول ما وقف لهم كده زي العسكري حزقيا قال لهم تدفع العشور يعني تدفع العشور، قام لقى في حنطة مليها أول ولا آخر في بيت الرب، ولقى زيت مليه أول وآخر، لقى عسل مليه أول ولا آخر، لأنه واضح أنه كانوا ما بدوش وكانت العشور دي مهملة. صدقوني يا أحبائي لو كل واحد بيدفع العشور بتاعته كما يجب مش هنلاقي ولا فقير في العالم ده كله خالص. لكن ايش احنا مش بندفع العشور؟ ليه؟ لانه بنستسخر على المساكين العشور بتاعتنا. وبعدين يقول ويهوذا والساكنين في مدن يهوذا اتوا ايضا بعشر البقر والضان الى الاقداس وجعلوها اكوام اكوام. يعني ايه؟ ناس يهوذا دول ابتدوا يجيبوا من عشور البقر وعشور الضان لما بقت كده ايه اكوام اكوام. ليه؟ لانه التزموا بالعشور. لما الناس بتدفع ولا مسكين هيحتاج صدقوني. لكن احنا مشكلتنا بنستسخر ومش بندي للتعبان. في طبيط ده كان رجل سخي جدا وكان بدي الفقراء والمساكين بالرغم من التجارب الكثيرة اللي حصلت له، ولكن كان بدي المساكين. ووصى أيضا ابنه طوبيا قال له إيه؟ قال له تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير لذلك وجه الرب لا يحول عنك. ده طوبيط بيحكي لطوبيا بيقول له يا طوبيا اللي هو ولده الصغير بيقول له ادي من عشورك عشان ربنا ما يزعلش منك، لأنه لو ما اديتش من عشورك ربنا يحول وجهه ايه عنك. عشان كده يا احبائي خلي بالك لما تقول ليه ما فيش بركه، ليه ما فيش بركه في بيتك، ربنا حول وجهه عنك. عشان كده في ساعات في ناس تقول طب انا دفعت العشور بتاع السنه 23 دي كلها، طب انا اعمل ايه؟ جاني واحد شحات تاني ادي ولا ما اديش؟ لا تحجب وجهك عن فقير، لا إلا يحجب الرب وجهه عنك. ليه؟ لأنه يحجب وجهه عنك يعني إيه؟ خلي بالك من الآية دي، من يسد أذنيه عن صراخ المسكين يصرخ هو ولا يستجب له. إذا يوم من الأيام واحد مسكين صرخ لك وقال لك اديني وإنت سديت أذانك، حيجي يوم من الأيام أنت أيضا تصرخ إلى الله والله يسد أذانه عنك. وبعدين يقول لك كن رحيما على قدر طاقتك إن كان لك كثيرا فأقتل بكثير. كن رحيم على قدر طاقتك، على قدر طاقتك كن رحيم من فضلك، فإيه يكون لك الكثير. إذا كان عندك كثير اعطي إيه كثير. ليه؟ لأنه من يزرع بالبركات بالبركات إيه يحصد، من يزرع بالشح بالشح يحصد. إذا زرعت كثير وديت كثير ربنا يديك بركة كثيرة، وإذا أديت بسيط ربنا هيديك أيضا إيه بسيط. وبعدين قال له إن كان لك قليل، طب ما عندكش أنت، ما قالوش ما تديش أو إدي قليل، إنما قال له اجتهد أن تبذل القليل عن نفس طيبة.
يعني حتى القليل اللي عندك ده الدين للمسكين وانت فرحان، لكن مش تقول انا ما عنديش انا مش حدي. مين اللي ادى من القليل وربنا فرح به؟ المرأة التي اعطى ايه الفلسين، مش كده؟ وجابها ربنا، قال للتلاميذ الست دي اعطت من اعوازها وربنا بارك لها لانها اعطت بسرور وهي كانت من اعوازها وبتدي. احنا يا جماعه لما بندي من الفائض بتاعنا، لكن مين بيدي من الاحتياج بتاعه؟ من بيدي من حاجه هو محتاجها اساسا؟ المراه عندها بس فلسين في 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 جيبها، ما عندهاش غيره، شريتها حطيتها في الصندوق، فربنا ساب كل الناس اللي حطت الملايين دي في الصندوق وجاب الست دي، عمل لها درس للتلاميذ وقال لهم الست دي تكتب في الكتاب المقدس، وحين يكتب الكتاب المقدس لازم الست دي تذكر فيه. ليه؟ لانها اعطت من اعوازها وباقي الناس اعطوا من الفضلات بتاعتهم. بعدين يقول لهم فانك تذخر لنفسك ثوابا يوم الضروره. شوف لما تدي العشور يحصل لك ايه؟ تذخر لنفسك ثوابا يوم الدينونة، يعني تحوش لنفسك ثواب يوم الدينونة. لأن الصدقة تعمل إيه؟ أولا تنجي من الخطية، تنجي من الموت، ولا تدع النفس تصير إلى الظلمة. دي كلها وعد من ربنا. لما تدي العشور بتاعتك إنك بتحوش لنفسك بركات ليوم الدينونة. وبعدين ربنا بينجيك من الخطية وينجيك من الموت، طبعا مش الموت الاولاني لانه احنا كلنا بنموت، انما هو يقصد الموت الثاني اللي هو بتاع جهنم. ولا تصير في الظلمه، يعني ما تدخلش في ظلمه جهنم. في اخر سفر طوبيا لما اكتشفوا بانه اللي ماشي مع طوبيا دي مع طوبيت دي هو الملاك رفائيل، قام ملاك رفائيل قال له ايه؟ قال له صالح الصلاه مع الصوم مع الصدقه. ده الملاك بيقول صالحه هي الصلاه والصوم والصدقه. امتى الكنيسه بتقرا القداس الانجيل بتاع الصوم والصلاه والصدقه؟ مين يفتكر؟ في احد الرفاع، برافو عليك، احد الرفاع بنقرا صوم وصلاه وصدقه، لكن صوم لوحده ما ينفعش، صلاه لوحده ما تنفعش، صدقه لوحده ما تنفعش، لازم صلاه وصوم وصدقه. كن متهلل الوجه في كل عطيه. ثاني، كن متهلل الوجه في كل عطيه. صدقني في واحد لما بتيجي بتديله يعني لما تيجي تديله من وشك الكشري ده يبطل يشحت تاني. ليه؟ لانه يعني ايه ده تديله وانت يعني مكشر كده؟ يا ابني لما تدي ادي بوش بشوش، المعطي المسرور يحبه ايه؟ الرب. بعدين يقول لك قدس العشور بفرح، يعني لما قدس يعني خصص العشور دي وانت فرحان، مش تخصصها وانت زعلان. يا ده كله حدين ربنا. اوعى تسيب عشورك في بيتك، واوعى تسيب عشورك في البنك، واوعى تسيب عشورك تقول انا يمكن احتاج لها، ده كله حرام. لازم العشور تروح في وقتها لانه في واحد في ناس محتاجه اليها. وبعدين يقول لك اعطي العلي على حسب طاقتك، يعني ايه؟ على حسب عطيته. تاني، اعطي العلي على حسب عطيته. يعني مثلا انت كان مرتبك يوم من الايام 1000 جنيه، قمت طلعت 100 جنيه عشور. طيب مرتبك زاد بقى 5000 جنيه، تقوم تطلع المية هي نفسها المية. ايه ده؟ طب ما ربنا اداك عطية، ادي ايه على حسب عطيته. اداك 1000 تدفع 100، اداك 2000 تدفع 200، لكن مش اداك 5 هي المية هي المية، لا، اعطي العلي على حسب عطيته. بعدين يقول لك لا تقدم هدايا بها عيب لان الرب لا يقبلها. خلي بالك من الآية دي، لا تقدم هدايا بها عيب لأن الرب لا يقبلها. تقدم جزمة مقطعة ولا تقدم فستان مقطع ولا مش عارف، في حاجات كده الواحد يقرف يمسكها، بتجينا هنا في الصالة. ده إيه ده؟ أنت بتجيب لي زبالة؟ ده أنت معناها أنت لا تقدر الله ولا تقدر حتى أولاد الله. ادي حاجة حلوة، ربنا أداك حاجة حلوة، ادي ربنا حاجة حلوة. لا تدي الحاجات يعني لو ما أخذ الحاجات الوحشة. طيب في العهد الجديد يقول لك ايه؟ اعطوا ما عندكم صدقه. ما تكلمش على 10%، لا، 10% دي جت في الايه؟ في العهد القديم. العهد الجديد اتغيرت ال 10%، اعطوا ما عندكم صدقه. كل اللي عندك تقدر تدفعه صدقه اديه لربنا، هو ذا كل شيء يكون لكم نقيا. لما تدي صدقه بيتك يكون نقي
وأسرتك نقية، شغلك نقي، مشاكلك تتحلى، كل شيء يكون إيه نقي. بعدين يقول لك إيه، شوف الآية دي حلوة كيف، يقول لك أعطوا تعطوا. كويس، لما تدي ربنا يديك إيه، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا تعطون في أحضانكم. يعني إيه الكلام ده؟ لما تدي، عارفين الفلاحة آخر اليوم لما تيجي ماشية مع جلبيتها طويلة كده، مش كده، تقوم تمدي جلبيتها كده عشان صاحب الحقل يديها من المحصول، تقوم يديها ويديها ويديها ويديها، هي تقوم تهز الجلبية كده عشان المحصول يقع تحت، وتهز تاني ويديها، وتهز تالت ويديها، لحد ما المحصول يحصل، لحد ما يديها توصل لفين؟ إلى أحضانها. فيقول لك أعطوا تعطوا، يقوم ربنا يديك لحد ما يوصل لحضنك هنا. كل ما تدي وتهز ربنا يهز معاك، وكل ما تهز ربنا يهز معاك، لحد ما ايه، بمجرد ما تعطي تعطي يديك لما يوصل لمناخيرك هنا، حتى تقولوا كفانا كفانا. ده وعد من ربنا. وبعدين يقول متى صنعت صدقة، اهو المسيح بيوصي على الصدقة، لا تعرف يمينك ما صنعته ايه شمالك. يعني لما تدي صدقة من فضلك ما تخليش حد يعرف انت اديت ايه. الشاب الغني لما جاء ربنا قال له ربي نفسي ادخل السماء، قام قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتك، قال له ايه، اذهب وبيع كل مالك واعطي للفقراء فيكون لك كنزا عظيم. فمضى ذلك الشاب ايه، حزين، لانه كنزه اموال كثيره. قال له لا يا عم، انا مش لاعب معك اللعبه دي، واستخسر في ربنا الاموال بتاعه المساكين، ورأوا ما تخش السماء لأنه ما جالش راح وراء ربنا. عشان كده بعدها على طول ربنا قال إيه، ما أعصر دخول الأغنياء ها من حافظ إلى ملكوت السماوات، دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى إيه، ملكوت السماوات. أي صعبة يعني، قال لك لو الغني دخل السماء كأنه الجمل دخل من ثقب الإبرة، يعني حاجة مستحيلة. فقاموا قالوا له يعني ايه، يعني ما فيش ولا غني هيدخل السماء، ده كلام صعب. انما قال لهم، بعدين قام ربنا يعني شافهم يتهزوا كده شويه الاغنياء، فقام قال لهم المتكلين على ايه، الاموال. المسيح له المجد طلع من موضوع ايه، العشره في الميه دي، وقال كل من سالك فاعطيه، وقال على المراه التي اعطت الفلسين اعطت كل معيشتها، كل معيشتها. لانه في ناس يقول لك اجيب منين يا ابونا، اللي داخل هو زي اللي طالع، اجيب منين؟ ده حق الكهرباء، ده حق الميه، ده حق الغاز، ده حق البنزين، ده حق الكانسل تاكسي، مش عارف ايه، مفيش. طب والست اللي اعطت كل معيشتها دي هتجيب من فين؟ وفي ناس يعني بتقول لك ما عندناش خالص. في الكنيسه الاولى يعني بالرغم انه اليهود دول كانوا مؤمنين، لكن لم يلتزموا بالعشره من التزموا بما قاله الرب يسوع المسيح. قال جميع الذين امنوا كان كل ما عندهم مشترك، الأملاك والمقتنيات، كان يبيعونها ويقتسمونها بين الجميع، وكان كل واحد كما له احتياج. يعني إيه؟ كان كل الناس بتجيب من أملاكها ومقتنياتها ويبيعوها ويحطوها تحت الرسل، أرجل الرسل، وكانوا الرسل ملتزمين يدوا كل واحد إيه احتياجاته. إذن ما كانش في التزام أو أوامر إن الناس تعمل كده، لكن الناس كان من نفسها بتبيع كل بيوتها وحقولها وتدي الفقراء والمساكين. بعدين حصلت مجاعة في أورشليم من الأيام، فبولس الرسول قال لناس كورنثوس يا جماعة تعالوا عشان نلم الناس كورنثوس ونديهم لأنهم هم جعانين. وبعدين ناس كورنثوس دول يقول إيه، كنا ملتمسين أن يقبلوا النعمة والشركة والخدمة. يعني جاعوا هم عشان يدوا ناس أورشليم، دول ناس كورنثوس جاعوا لدرجة جاعوا عشان يدوا ناس أورشليم. وبعدين ناس كورنثوس دول كانوا بيقولوا لناس بولس بيترجوهم أن يقبلوا منهم عطية عشان يدوها الناس أورشليم. وده اللي بيحصل دلوقتي يا جماعة، إنه أخواننا دلوقتي في السودان جعانين. إحنا بنقول يا جماعة لموا للسودان، لموا لأهل السودان. أنا كنت دلوقتي قبل أسبوع في مصر، عرفت وشفت بعيني وسمعت بوداني ما يعاني منه أخواننا السودانيين في مصر بأمانة. يعني حالة لا ترسى لها، بأمانة حالة لا ترسى لها. الناس في إحباط، الناس في غم، الناس في نكد، الناس تعبانة جدا جدا جدا،
ويمكن يعني في ناس مش طالع بفلوس يكون غنية، لكن لا طالع بفلوس ولا طالع بحاجة، يمكن حتى مش لاقين يعني حق الفول والطعمية، وإحنا جماعة بناكل لقمة بنرمى عشرة. فيتذكروا ناس أورشليم اللي كانوا جعانين، وبولس الرسول يقول لهم تعالوا نلم الناس أورشليم، وهم كانوا بيلموا لهم وأكثر كمان. بعد شوية يقول لك إيه، في حاجات كثيرة عايزين نقولها في موضوع العشور ده. أولا الغنى اللي أنت فيه ده أنت ما عملتوش أنت، مين اللي عمله؟ دي نعمة من عند ربنا. ليه؟ لأنك أنت الغني، ربنا خلاك غني نعمة من عند ربنا. لأن ممكن الجعان والناس اللي في السودان دول، أنت كنت في السودان يوم من الأيام مش كده، وكان ممكن تكون مكانهم في الأيام دي، وكان ممكن تعاني نفس المعاناة اللي هم معانينها، لكن نعمة من عند ربنا جابك هنا وانت مش محتاج. طب انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ لكن ممكن تكون انت واحد منهم يوم من الايام، لانه انا وانت جايين من السودان. اذا يا احبائي 80% من سكان السودان دلوقتي يعانون من الفقر، القحط، وازيد من القحط. من فضلكم يا جماعة نحن شوية على اهلنا اللي ايه اللي في السودان، الا يعني مش لاقين حتى لقمه العيش اللي هم ياكلوها، لكن طبعا يعني كل واحد يعطي كما له احتياج. العشور كمان يعني ربنا وصى على البكور، وصى على النذور، وصى على التقدمات. البكور اللي هي ايه؟ ان لما تشتغل اول شغلانه، اول مرتب كله اسمه بكر، بكر الشغلانه، كل البكر ده يروح ل الفقير واليتيم والأرملة والغريب والضيف، البكري. وبعدين تدفع العشور والتقدمات اللي هي ايه؟ اللي هي اللي انت الحاجة اللي بتديها هدية لربنا. ولما تنذر لازم توفي بالنذر بتاعك. خير لك، يقول خير لك ان تنذر ولا يعني ما تنذرش وبعدين ما تديش، احسن ما تنذرش خالص. احكي لكم حكاية عن واحد اسمه يفتح الجلعادي، انه ده يعني بالغ يفتح الجلعادي في نذره. كان بحارب، كان ملك، وبعدين قال لي ربنا إذا غلبت في الحرب أول واحد، ده نذر مني، أول واحد حقابله حقدمه محرقة ليك. وكانت غريبة يعني أنه يقدموا محرقات بشرية يعني. فيفتح الجلعادي ده أول ما غلب في الحرب وطلع وناس جات تستقبله، مين أول واحد راح استقبله؟ بيته، ودي كانت بيته الوحيدة. شفت إزاي؟ وقال له ربنا انا على وعدي انه انا حاديك اللي انا قلته. وفعلا قال له معلش يا بنتي انا لازم اذبحك لانك انت يعني كنت نذر لربنا. قلت له انا ما عنديش مانع، واستسلمت لهذا النذر. خلي بالكم، يقول من يزرع بالبركات بالبركات يحصد، من يزرع بالشح بالشح ايه يحصد. وربنا قال اعطوني العشور وايه وجربوني. كمان التوقف على العشور بيعطي الايه اللعنة، واستمرارية العشور بتجيب البركة. ليه؟ لأنك أنت لما بتتوقف عن العشور معناه أنت لا بتحب ربنا ولا بتحب أولاد ربنا ولا بتشكر ربنا على العطية اللي هو أدها لك. علامة دفع العشور معناها علامة توبة، وتذكر زكى اللي قدم العشور. العطاء جزء من القداس. ليه؟ لأنه زمان الناس لما كانت بتيجي للقداس كانوا بيجيبوا إيه؟ الدقيق وكل الحاجات دي كانوا بيجيبوها للكنيسة بتاعت الأسبوع كله. دلوقتي طبعا ما فيش حد بيجيب دقيق، إنما ابتدت الناس إيه؟ تدي في الصناديق أو تدي تلم إيه؟ عطاء. فده من أيام الكنيسة الأولى، لأنه الناس في الكنيسة الأولى كانوا بيجيبوا الدقيق والقمح والزيت والبخور والستور، كله كانوا بيجيبوها حاجة الأسبوع كلها كانوا بيجيبوها للكنيسة. دلوقتي الناس ابتدت ايه تلم العطاء، فكان ده عطاء من زمان. عشان كده هل المكرسين غير معفيين من العشور؟ يعني الكهنة واللاويين اللي هم الشمامسة والشحاتين مثلا، هل معفيين من العشور؟ لا، حتى اللاويين والكهنة غير معفيين من العشور. الكاهن لازم يدفع من عشوره، واللاوي الشماس برضو أيضا لازم يدفع من عشوره. وخلي بالك، أعيد لك الآية تاني، قال لك إذا فكيت العشور بتاعتك، يعني إذا احتجتها يوم من الأيام ما ترجحهاش هي 10%، ترجحها 20%. وده كلام ربنا مش كلامي أنا. والعشور ممكن برضو تديها للناس الغير إيه المسيحيين. إذن العشور لازم يكون فيها ثلاثة حاجات. أولا الأمانة،
ثانيا الحكمة، ثالثا الخفاء. لازم تكون أمين في كل إنكم يدخل لك، بينفيت بتاع الأطفال، بتاع الهاوسين، بتاع مش عارف إيه، كله لازم تكون أمين. وكلمة الأمانة هي اللي تدخلك السماء، وكلمة الأمانة هي اللي تطلعك من السماء. كن أمينا في القليل يعطيك الرب إيه الكثير. نعم لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أدخل إلى فرح سيدك. عشان في ناس يا جماعة بتسأل كل مرة ويقول لك يا أبونا إحنا مش بنظهر الحسابات بتاعتنا كما يجب، لأنه لو ظهرنا حساباتنا كما يجب الحكومة هتاخد مننا كل فلوسنا. طيب وعشورك؟ دي سرقة، دي اسمها سرقة. أي حد مش بيظهر حساباته كما يجب سرقة، أنت حرامي، أنت بتسرق، أنت ضاعت منك السماء كده. وأي إنكم بيدخل لك مش بتطلع منه العشور أنت حرامي برضه، سرقت حق ربنا. أيسلب الإنسان حق الله؟ خليك حكيم أيضا لما تدي العشور، يعني شوف مين المحتاج ومين مش محتاج، مين محتاج أولى. وبعدين أيضا العشور تكون أي في الخفاء، لأنه في ناس عندها رياء يبوقوا بالبوق. العشور الفرسين لما كانوا يدوا كانوا يبوقوا بالبوق. لا، أنت لما تدي ادي في الخفاء، ما تخليش حد يعرفك، لإلا تكون دي تمثيلية ورياء. هتدي بالسحتود ربنا يهديك بالسحتود، هتدي بسخاء ربنا أيضا هديك أيضا بسخاء. أحبائي خلي بالنا، العشور هي اللي تدخلك السماء، هي اللي تطلعك من السماء، اعمل لك فقير على باب السماء يستقبلك على باب السماء. إخواتك في السودان تعبانين تعبانين تعبانين، من فضلك ابعت على قدر ما تقدر لأهلك واللي بتعرفهم عشان يكون لك بركة في بيتك وفي أولادك. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن والأبد، آمين.